dealers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات. مرحبا فيكم بأوتو فوكس مشاهدينا، أكيد حلقة جديدة وسيارة جديدة. معنا مسيو جيف مراد أوتو ستارز، أكيد أوتو ستارز كوربوريشن وكلاء سوبرو بلبنان. كيفك جيف؟ منيح أنت جورج. يعني اليوم سوبرو ليجاسي واحدة من أجمل السيارات بالشركة اليابانية من حيث الشكل الخارجي، من حيث الأوبشنز الكتار الفخامة بهالسيارة، كله رح نعرفهم منك تباعا. بداية نحكي أكيد عن هالديزاين الرائع للليجاسي الجديدة. صح، أول شيء الليجاسي مثل ما كلنا بنعرف تابع على سوبارو، وبعدها لحديد اليوم بتتجمع وبتتصنع باليابان. عنا سيارة يابانية بامتياز، والليجاسي هي الوحيدة بالفئة تبعيتها اللي عندها أكبر فوليوم إن كان من الإنر سبيس تتكون عطول مرتاح، أو حتى بالويل بيس بالويل بيس بالتوتال دايمنشنز، وحتى الانجينيرينج تبعها من الداخل. يعني بيبين بعدين إن كان طريقة اللي بتفتح الباب الأكودوار، كل هالديتيلز هول حتى الزبون على طول او الخمسه اللي قاعدين بقلب السياره يكونوا كثير مرتاحين. عم نشوف كنا كمان هالديزاين الشكل الحلو من ناحيه الخلفيه، دبل دبل اكزوست من ورا، فيها هيك بحس كمان تاتش رياضي خفيف للسياره، رغم انه هي يمكن اكثر كلاسيك كار على اكزيكتيف. لا مزبوط، المعروضه معنا هي ليجاسي 6 سيلان الايكويبت مع الموتور 3600 سي سي السبور اديشن. مش ان هيك عندك الدول جيك تايرز، عندك الجانت 18 مع الجون ميتل، عندك هالشيب الرياضي اللي بتطبق على الليجاسي الموجوده معنا. اكيد عندك الدي لايتس كمان موجودين بالليجاسي 2018. جانت السياره كمان بشكل كتير حلو اتراكتيف على الطريق، والكروم موجود من ناحيه الخلفيه، واصل المصابيح الخلفيه ببعضهم، وحتى من تحت البواب عندنا لاين كتير حلو من الكروم. مزبوط 100%. هيدا من ناحيه الشكل الخارجي للسوبر وليجاسي. صار وقت نعرف اكثر هلا عن الاوبشنز الكتار اللي بداخل السياره. الفخامة عنوان أساسي للسوبرو ليجاسي، وكمان مثل ما كنا عم يحكي جيف السيارة واسعة، مش بس بالويل بيس تبعها من جوا كتير واسعة ومريحة، خمس أشخاص مرتاحين بيقعدوا فيها، فخامة واضحة، ستيتشينج حلو كتير بالفرش، الجلد الأسود جيف، وريحة الجلد كمان فايحة بالسيارة، شيء بيأكد على النوعية العالية جدا للجلد المستعمل. يعني لو ما من هيك ما بتطلع إلكتد بين أحسن سيارات، وهي أحسن سيارة إن كان بالإنتيريور أو حتى بالسيفتي. هلا بالسوبارو على طول هن بيحبوا يشددوا على راحه البال. راحه البال بتبلش ان كان بطريقه السواقه، ان كان للباسنجرز او حتى الاشخاص اللي قاعدين ورا. عاده الاشخاص اللي قاعدين ورا كثير بيهمنا تكون اللجروم تبعيتهم مرتاحه. هن ومرتاحين ثانكس تو ذا ويل بيس، عندهم كمان نفس الوقت يو اس بي بلوج، وحتى اكيد الاكودوار حتى يكونوا على طول مرتاحين، ان كان حتى الاشخاص اللي قاعدين ورا. 100%. اليوم صرنا على طول على التليفون، نفس الوقت بنوصل على الدرايفر او حتى الكو درايفر، ان كان من ناحيه الامان لانه السياره ايكويبت ويز 8 اير باكس زياده عن الني اير باك، عندك كراسي على الكهرباء مع ميموري سيتس، لانه ايام بتعرف بتكون انت عم بتسوق طبعا ماركتك بتسائب اولادك، كل حدا بيعمل سيف لل السيت اب تبعه للكرسي تبعه. 100%. ونفس الوقت اليوم بقلب السوبارو ليجاسي صار عندنا كمان إذا بدك فاسيليتيز، لأنه بالصفي بكل هالقصص صار عندك سايد كاميراز، فرونت كاميراز، ريك كاميراز، كل هيدا بيساعدك كمان موجودين بال 7 انش ديسبلاي. بس هلا حياتك بطبيعة الحال عندك الديسبلاي عم تحكي عنها، كمان بتعمل ميرورينج بين التليفون وبين الشاشة بتشوف كل شيء عليها. بادل شيفتين كمان لقيادة ممتعة أكثر، أنا بعتبرها البادل شيفت بيعطيك عن جد قيادة ممتعة للسيارة، خاصة لسيارة بمحرك نشيط رح نحكي عنه بعد شوية مثل السوبارو ليجاسي. الكترونيك باركينج بريك هيل ديسنت، يعني أوبشنز كثير كثير مهمة مع فتحة بالسقف داخل السيارة. كل شيء بدنا اياه، وسائل راحه وكل شيء تكنولوجي موجود بداخل السوبر ليجاسي. هلا صار لازم نحكي معك اكثر بيرفورمانس. صار
صار بقى تحكي بيرفورمانس واللي راح ندور عليه كمان مع البيرفورمانس هو السيفتي طبيعة الحال. صح. هي شيء كتير أساسي بسوبرو جي اف دائما ندور عليها. وراح نبلش بس بشغلة بعد ممكن نشوفها على الأزاز الأمامي هي الآي سايت. هالكاميرا هالثلاث كاميرات الموجودين على الأزاز الأمامي أو من خلف المراية الداخلية مزبوط يلي بيعطونا قصص مهمة. صح. هلأ عادة بعالم السيارات عطول نسمع هالأيام بالأكتف سيفتي والباسف سيفتي، وبهال سيفتي السوبارو مش بس عندها 5 نجوم بالأمان، بس حتى هي أول واحدة ودي سيفست كار على 5 سنين صغرة. عم نشوف هناك الحال هلأ للكاميرات اللي عم نحكي عنهم بالآي سايت. من هون سوبارو تطورت أكتر وبدل الأكتف والباسف زادت البريفنتيف سيفتي. هالبريفنتيف سيفتي هي الآي سايت اللي عم تحكي عنها، والآي سايت اللي بيميزها بس سوبارو وعن غير سيارات اللي عندهم تكنولوجيا قريبة لها هي انه عندها 2 ستيريو كاميراز موجودين قدام، منهم ولا رادارات ولا سنسرز. نعم. ولا شيء. عندك 2 كاميراز مثل عين الهيومن بينج، ومن هون هذا الاي سايت عنده كذا 5 مين فيتشرز. بين اهم هالفيتشرز هني مثلا بري كوليجن بريكنج. هالبري كوليجن بريكنج هو من بعد ما يعطيك كذا alert، لانه هو السيستم عليه يخلي الدرايفر ان كنترول، بس اذا الدرايفر بطل ان كنترول ان كان ناعس ملتهي على التليفون بياخذ النيسيسري اكشنز حتى يتفادى هالحادث. يعني لحالها هي بتخفف سرعتها حسب نحن نكون عاملين للبروجرامينج تبعها على المسافه وعلى السرعه. في كذا فيتشر، هيدي الفيتشر اللي عم تحكي عنها هي الادابتيف كروز كنترول. هيدي الادابتيف كروز كنترول بتصير بتلحق السياره لقدام حسب السبيد اللي ماشي فيها انت بتعمل لها سيت، وإذا خففت بتخفف أو بترجع بتسرع تتخلي زيت المسافة بين سيارتك والسيارة القدام. أو في غير أوبشن مثلا بري كوليجن بريكينج ما بتعطيك فران شوي شوي، بتعطيك ألرت، وفي حال خلص الحادث حيصير بتضرب فران كتير قوي أقوى من الفران فيك تستعمله. نعم. ومن هون حتى بوقتها جربنا الآي سايت بفرية وشفنا قديش هالفران قوي وبيساعدك تتهرب من هيك حادث. من ناحية البرفورمانس كمان نحكي عنا محركين أو محرك واحد السيارة اليوم؟ عنا محركين بقلب الليجاسي، عنا الـ 2500 سيسي والـ 3600 سيسي يلي معنا اليوم اللي هو معنا اليوم مع موتور 6 سيلاندر. نعم. هيدا من ناحية أهم شيء حكينا من ناحية سيفتي ومن ناحية برفورمانس. كلمة أخيرة قبل ما ننتقل للديل. 100% سوبارو هي بوكسر انجن مع سيمتريكال اول ويل درايف، وهيدا اللي بيعطيك الثبات اللي معروف فيها سوبارو. وبقلب الليجاسي السيدان بهالحجم بشدد كتير، عندك سيارة بتوصلك وين ما بدك مثل وأهم من حي الـ SUV. سريعا ننتقل لبارت الديل اللي رح يكون كتير مهم بحلقة اليوم. ليه كتير مهم الديل؟ لأنه بهالفترة فترة الصيف أوتو ستارز كوربوريشن عاملين شي كتير مهم. جيف مزبوط، نحن كأوتو ستارز كوربوريشن عاملين سامر ديلز. هلأ السامر ديلز هو ليش طلعنا بهالفكرة؟ لأنه كل شخص بيجي لعنا على شوروم بيكون يا عنده مثلاً بيحب عم يدفع كاش، عم بيروح عبر البنك، عنده سيارة بده يعطينا إياها. كل هول من هون طلعنا بفكرة السامر ديل، لأنه هو ديل عم بيكون كاستم ميد لكل زبون بيفوت لعنا على شوروم حسب هو شو طلبه وبتساعده من حسب اللي هو بده إياه 100%. ومن هون عندك السوبارو ليجاسي اللي هي عن جد عاملين عليها very good summer deal. شو starting price اليوم للسوبارو ليجاسي؟ starting price للليجاسي السيمتريكال all wheel drive مع البوكسر انجن تبعه مع اكيد 8 airbags وكل شيء عم بيكون ب 29,900 دولار قبل التيفي او التشغيل. سعر كتير attractive. وين بنلاقي شوروم بلبنان؟ موجودين بكل المناطق اللبنانيه، ان كان من الكاسليك، قصبة الكورة، صيفي، نهر الموت، زلقة، وأكيد موجودين ببعقلين الشوف وبصيدا كمان. شكراً جيف. وارنتي على السيارة أكيد 3 سنين أو 100 ألف. 3 سنين أو 100 ألف. المينتننس كلها كمان عنا بالشركة، إن كان مع الجراج الشفاف اللي عنا. نعم. إيه الجراج الوحيد وين تقعد بالسالون بتشوف سيارتك اللي عم تتصلح، كله موجود عن بزغش. شكرك مرة جديدة، بكرة أكيد حلقة جديدة وسيارة جديدة. مشاهدينا على MTV بأوتو فوكس، إلى اللقاء.
dealers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.